السلام عليكم كيفكم شباب شباب خير اليوم جبنا مقطع جديد وخبر جديد عن لعبه باصات راح تكون قريبا على الاندرويد والايفون وراح يكون اسمها بس سيميليتر برو راح تكون من مطورين ماجيكس جيم يا جماعه الخير هدول المطورين ما عرفوا شغله ما اشتغلوا عليها مثل ما شايفين قدامكم عندهم سلسله من الالعاب في عندنا قطارات في عندنا حفريات وبناء وهيك شغلات في عندهم في عندهم شاحنات امريكيه وشاحنات اوروبيه ومزرعه وقطارات اوروبيه وقطارات امريكيه وباصات وكثير اشياء مثل ما شايفين قدامكم فهذول المطورين حبوا ينزلوا لعبة جديدة رح تكون مجانية طبعا هيك حسب ما حكوا فرح نشوف بعض الصور اللي نشروهم عليها وان شاء الله تكون اللعبة حلوة وتنزل باقرب وقت مثل ما شايفين قدامكم في عنا اول صورة واللي هي لباس امريكي او باس روسي مثل ما شايفين باس هيك كلاسيكي بس بيتميز بهيك بي تصميم حلو مثل ما شايفين بتحسوا من الباصات النادرة فراح يكون مثل ما شايفين قدامكم باص للمدينه يعني بتتفتل فيه داخل المدينه بتوقف على مواقف وبنفس الوقت بتصير بتركب ركاب وبتنزل وهيك وراح تكون اللعبه عالم مفتوح على ما اظن مثل ما شايفين قدامكم يعني مناخ اللعبه كثير حلو طبعا راح نشوف الصوره اللي بعدها واللي هي للطرق اللي موجوده في اللعبه في عنا مثل ما شايفين جرافيك حلو تصميم الشوارع امريكي لاني غالبا راح تكون اللعبة امريكية يا جماعة الخير مثل ما شايفين عنا بهي الصورة كمان وعنا بهي الصورة شوفوا المباني والطرق ما احلاها يعني هدول هن بعض الصور اللي نشروها المطورين ان شاء الله يكون عجبوكم مثل ما شايفين قدامكم السيارات اللي راح تكون فيها يعني في سيارات امريكية وسيارات اوروبية بنفس الوقت هن اللي هن البوتات عرفتوا كيف فلحد الان ما في عنا غير هدول الصور ان شاء الله اذا صار في شيء جديد عليها كمان رح ننزلكم عليها مقاطع ونجربها مع بعض فلذلك يا جماعه الخير وصل معكم نهاية المقطع لا تنسوا الصلاه على النبي ولايك الاشتراك في زر الجرس كل جديد واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزه والدعم للقناه يا جماعه الخير خلونا نوصل ل 200 الف مشترك باقرب وقت والله يا جماعه بترككم بامان الله وسلام